Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Mushahidun al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa as'adallahu awqatakum bikulli khair. Ayuhal ahibba, nalaqi maratan ukhra fi halaqatina min bernamish At-Ta'lim al-Maftuh bi Jami'atil Ulum al-Islamiyyatil Maliziyah USIM. Wa fi hadhil fursa at-tayyibah سوف نتحدث عن موضوع جديد ألا وهو الصلاة. مشاهدون الكرام، الصلاة لغة تطلق كلمة الصلاة في اللغة العربية على معنى الدعاء بخير. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو الله لهم بالمغفرة. بالنسبة لمعنى الصلاة في اصطلاح الفقهاء، فتطلق كلمة الصلاة على أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. سميت صلاة لأنها تشتمل على الدعاء، ولأنه الجزء الغالب فيها إطلاقا لاسم الجزء على الكل. أعزائي المشاهدون، حكمة الصلاة وأسرارها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال: قال الحسن: وما يبقى ذلك من الدرن. رواه مسلم. ورابعا، أن تكون غذاء مستمرا لعقيدة الإيمان بالله تعالى في قلبه. مشاهدون الكرام، بالنسبة لتاريخ مشروعية الصلاة، فالصلاة من العبادات القديمة في مشروعيتها. قال تعالى عن سيدنا إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أعزائي المشاهدون، الصلوات المكتوبة وهو الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إن حادثة الإسراء كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بثمانية عشر شهرا، فإن الصلوات الخمس المكتوبة نسخت الركعتين اللتين كانتا في الصباح والمساء. مشاهدون الكرام، دليل مشروعية الصلاة فمن القرآن الكريم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صدق الله العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بقوله في كلمة حين تمسون وهو صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون بمعنى صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون بمعنى صلاة الظهر. وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم، أي محتمة وموقتة بأوقات مخصوصة. ومن السنة حديث الإسراء السابق، ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن لله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة.
وقوله صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي سأله عما يجب عليه من الصلاة: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. رواه البخاري ومسلم. مشاهدون الكرام، بالنسبة لما كانت الصلاة في الدين فهي أفضل العبادات البدنية على الإطلاق. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال له: الصلاة. فقال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: الصلاة. قال ثلاث مرات. رواه ابن حبان. مشاهدون الكرام، من مكانتها الثانية وهي للتكفير الذنوب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، نكتفي بهذا القدر، ونتمنى لكم الاستفادة المستمرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. نلتقي في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.